أشاد سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية بتوجيهات مجلس الوزراء بشأن تفعيل تطبيق الموظف الحكومي للتوظيف بين الوزارات والمؤسسات الحكومية، مؤكدا بأن ذلك من شأنه تعزيز فرص الارتقاء الوظيفي لموظفي الحكومة من خلال إتاحة التقديم على الوظائف الشاغرة في الجهات الحكومية الأخرى، ما يسهم في رفع الكفاءة والتميز في الأداء والخدمة الحكومية وتوسيع مدى فرص التطور المهني لدى موظفي الحكومة. وللمزيد حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية. بعد التحية السيد أحمد، لو تطلعنا أكثر بخصوص تطبيق الموظف الحكومي وماذا يتيح للجهات الحكومية وللموظف الحكومي على التحديد؟ شكرا على الاستضافة. بالنسبة حق الموظف الحكومي، دائما الموظف الحكومي يعني اذا وصل الى سقف الوظيفه يحس بانه هو يريد ان يترقى ويريد انه يريد يحصل مجال احسن وافضل. ففي 2018 بدا تطبيق اختياريا على الوزارات وما يسمى نظام شواقر، كان موجود على الموظف على تطبيق الموظف الحكومي. وهذا التطبيق يتيح للموظف الحكومي ان يطلع على موقع جهات الخدمه المدنيه ويرى الوظائف الموجوده الشاغره في الجهات الحكوميه ويقدم لها. فهذه التجربه بدات، يعني بتفعيل هذه التجربه بدات نجاح كبير. على اثر ذلك فاتخذ قرار واحتمل قرار في مجلس الوزراء على تعميم هذه على جميع الجهات الحكومية. لا شك أن هذا التطبيق أول شيء أنه بيكون الحفاظ على الكفاءات الوطنية في الخدمة المدنية، وذلك من خلال منحهم فرصة التقديم للوظائف الشاغرة. يعني الموظف اليوم في أي وزارة إذا وصل إلى سقف وظيفته ممكن أنه يطلع على أي وظيفة موجودة في أي جهاز حكومي أو مؤسسة حكومية ويقدم لها وينتقل إليها إذا كان هو مؤهل وكان بالاختيار وقع عليه. كذلك من أهم أهداف هذه الخدمة تحقيق العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص بين جميع منتسبي الخدمة المدنية. كذلك بيخلق روح المنافسة وتعزيز الشفافية للموظفين الحكومة. كذلك ترسيخ بيئة محفزة ومعززة للإنتاجية. ومن أهم الأمور هو تعزيز فرص الارتقاء الوظيفي لموظفي الخدمة المدنية وتوسيع فرص التطور الوظيفي بين موظفي الخدمة المدنية والاستفادة من الخبرات والكفاءات وتبادلها بين مختلف الأجهزة الحكومية وتطوير جودة الخدمة في الحكومة. هذه بالنسبة حق أهم أسباب خلق هذه التطبيق في هذا الوقت. أما دور الجهات الحكومية، دور الجهات الحكومية أن هي تخاطب جهات خدمية أن يوجد وظائف شاطرة وممكن فيقوم جهات خدمية بعرض هذه الوظائف على الموقع، وأن كل موظف حكومي من خلال الأجهزة الذكية يرى هذه من هذا التطبيق الموظف الحكومي يطلع عليه ويقدم على تطبيق الموظف الحكومي. بعد ذلك يقوم الجهاز الخدمة المدنية بتقييم جميع الموظفين وإرسال المؤهلين إلى الوزارات للاختيار. بعدين ينتقل الموظف من جهة حكومية إلى الجهة أو مؤسسة حكومية الأخرى. هذا باختصار بالنسبة حق هذه الخدمة في الحكومة. نعم، سعادة السيد أحمد بن زايد الزايد رئيس جهاز الخدمة المدنية، شكرا جزيلا لك.